ايوه اطلع بيها على اول شارع. ماشي اتفضل. المفروض الغزه رايحه على فين؟ ايه يا عم مسته يا عم فين؟ مسته دي يا حبيبي مسته يا عم اتكل على الله. يا توزع بقول لك انطر بقى في اوضتك. انطر يا عم. اجري اسلح اسلح يا طوم. أنا في العمرانية. طيب خلاص. أنا الشيء اللي مجنني وعايز أفهمه منك دلوقتي، إيه اللي وداكي مكان زي ده لوحدك؟ رحت أزور دادا أمينة عشان كانت تعبانة وكان لازم أطمن عليها، كان بقالها يومين ما بتجيش، فركنت العربية برة عشان الشارع كان ضيق قوي، ودخلت اتمشيت لحد جوه، وأنا راجعة حصل اللي حصل. بابا أنا خايفة يكون حصل له حاجة. ربنا يستر ويجيب العواقب سليمة. لو سمحت يا دكتور طمنا عليه من فضلك، عامل ايه كويس؟ احنا عملنا له اشعه والاشعه طلعت سليمه، ما عندوش ولا كسر ولا نزيف، وان شاء الله تاخدوه كمان شويه. الف سلامه عليك، كويس انك بخير. الحمد لله، الله يكرمك يا رب. انا كويس الحمد لله، بس هي البطحه كانت جامده شويه. الف حمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك. انا يا سيدي احب اعرفك على نفسي، انا اسمي خالد فوزي، والد الانسه شيرين اللي واقفه قدامك دي. اهلا بيك خالد بيه، اهلا بيك، ربنا يخليها لك يا رب. شوف يا ابني، انا لو فضلت عمري كله احاول ارد لك الجميل اللي انت عملته فيا وفي بنتي ده، انا متاكد اني مش هقدر ابدا، لان اللي انت عملته ده مش حاجه بسيطه او سهله. انت دافعت عن شرفي وشرف بنتي وحماتها وصمتها، متشكر ليك يا ابني، الف شكر. يا باشا الف شكر على ايه؟ ربنا يخليها لك ويحافظ لك عليها، دي زي اختي بالظبط. والله صدقنا اي حد كان مكاني ما كانش هيسيبها، احنا عندنا شباب جدعان وزي الفل، انما العيال دول ولاد حرام وربنا ينصرنا عليهم ان شاء الله. لا مش اي حد ممكن يعمل موقف زي ده، غير لو كان شهم وجدع، انت كنت ممكن تموت بسببي. الف بعد الشر عليه. الحمد لله جت سليمه. وعلشان اكمل التعارف مظبوط، انا يا سيدي بشتغل محامي، يعني لو احتجتني في اي وقت من الاوقات في اي خدمه انا تحت امرك على طول. ربنا يبارك لك يا باشا، والهي ما يحوجني ليك ابدا ولا احتاجك خالص. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. فين عبد الله سالم الطيب؟ انا عبد الله. قوم معايا يا عبد الله. معاك فين؟ انت متهم بشروع في قتل. لو سمحت يا حضرة الضابط، ممكن حضرتك توضح اكتر؟ كان في واحد في الخناقه دخل على المركزه وحالته حرجه جدا. حاله حرجه جدا؟ هو انا مش قلت لك مش هحتاجك يا باشا؟ انا محتاجك. مش عارف اقول لك يا استاذ خالد، لولاك كان زماني محبوس. ما تقولش اي حاجه، انت اللي مش عارف القانون كويس يا عبد الله، ويكون في علمك انت موقفك سليم جدا، لانك مجني عليه مش جاني، وزي ما سمعت جوه انت كنت في حاله دفاع شرعي عن النفس وعن الغير. طب الحمد لله، وكويس ان اطمنت على بنتك. والنبي يا استاذ خالد ما تخرجهاش لوحدها بالليل تاني. حاضر يا عبد الله. الله يخليك يا رب. امسك المبلغ البسيط ده تعويض ليك عن اللي حصل. يا باشا ده عمل خير وربنا جعلني سبب فيه، وانا عندي اخوات بنات، الله يسترك ما تزعلنيش منك. حاضر يا عبد الله. ماشي يا باشا. انا مش هزعلك ولا ضايقك، خلي الكارت بتاعي ده معاك بقى يا سيدي، اطلبني في اي وقت تحتاجني فيه. في الخير ان شاء الله، لان انا مش متفائل بنفسي خالص. بيتي ومكتبي مفتوحين لك في اي وقت يا عبد الله. الله يسترك يا رب. انت رايح فين دلوقتي؟ لا انا بدماغي دي هروح انام بصراحه. لا تنام فين، انا لازم اوصلك بنفسي. يا باشا مش عايز اتعبك، وانا بلاش اتعبك والله. اركب بس اركب اركب اركب. تعالى يا باشا، والله مش عايز اتعبك. يلا يا عبد الله. طيب بسم الله ما شاء الله. انت ترى في عيال الصياع دول؟ دي عيال بلطجيه شغالين في الموقف اللي انا شغال فيه، واللي حميم واحد اسمه سلطان. كويس قوي. انت تعرف ان انت بشهادتك دي هتثبت عليهم التهمه اول ما يتمسكوا؟ يا باشا اللي انت هتقول لي عليه انا هعمله. سامعني؟ اتفضل يا باشا. ايوه اهلا اهلا يا فهمي باشا، اهلا وسهلا. حاضر حاضر يا فندم. لا بكره ان شاء الله على ميعادنا الصبح في الشركه ان شاء الله. مع الف سلامه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. باشا ايه الصوت ده يا باشا؟ ده الحزام يا عبد الله. طب قلت دوست على زرار ولا حاجه؟ الا قول لي احنا كنا بنقول ايه؟ يا باشا انا بقول لحضرتك اللي هتقول لي عليه انا هنفذه. وانا عاوزك تطمن خالص يا عبد الله. ايوه. العيال دول هيتجابوا يعني هيتجابوا. ان شاء الله. هيروحوا مني فين يعني؟ ان شاء الله ربنا كريم، ربنا يزيدك يا باشا يا رب. تمام هنا يا باشا. انا بيتنا هناك اهو. اتفضل معانا يا باشا. الف شكر. محتاج انت اي حاجه؟ الله يسترك يا رب. مع السلامه يا عبد الله. شكرا يا فندم. السلام عليكم. السلام. شرفت يا باشا. شرفت يا باشا. السلام عليكم. سلام يا باشا. طب طب سلام عليكم.